الحقيقة هو أهمية هاي الهبة اليوم أنه عبارة عن 15 فنتيليترز مع عدد كبير من فحوصات البي سي آر للكوفيد 19 وكثير من مستلزمات العناية الشخصية والحماية الشخصية البي بي إيز. الرسالة اللي وصلتنا من الجمهورية الإسلامية هي رسالة المحبة والأخوة والصداقة. هذه الهمولة كما أشار معالي الوزير تحتوي على 15 جهاز التنفس فنتيلاتور وحوالي 5000 فحص بي سي آر، أنواع الكمامات، ملابس واقية والمعقمات. كل هذه المساعدات من إنتاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة جهاز التنفس. I know some bunchy wallet.